السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الطلبة. إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة 12 من محاضرات برنامجنا الهندسة الهيكراس. بهاي المحاضرة طلاب إن شاء الله راح نتعلم شلون أنا أقدر أمثل منطقة خزن أو مساحة خزن مرتبطة بالنهر. طلاب مثل ما تشوفون هنا تلاحظون بالفوتو إنه هنا تلاحظون هنا هاي ستوريج أريا، كأن أي تكون بحيرة خزان تعتبر هي بالهيكراس ستوريج أريا. فشلون أنا أقدر أمثل هاي الستوريج أريا؟ أختازها طبعا طلاب بالمناسبة ممكن استخدامها إنه أنا أزودها من النهر من المي، لا ممكن شغلها يكون بالعكس إنه هي تزود النهر بالمي بأوقات أو أني أزيدها أسوي لها ريتشارج من النهر بأوقات ثانية. فطلاب نرجع هاي الستوريج أريا وين أقدر أمثلها؟ ممكن أمثلها بالأبستريم من النهر، ممكن أمثلها بالداونستريم، ممكن أمثلها لاترالي أو بشكل جانبي. فبعد ما عرفنا طلاب هسه راح نتعلم اليوم إن شاء الله شلون أقدر أنا أمثل هاي الستوريج أريا. نرجع طلاب هي الستوريج أريا شو تمثل لي بالذات؟ تمثل لي كأن يكون مثلا ريزرفوار معين، خزان أو بحيرة لايك أو anything يعني أي أو ووتر بوديز، فأي نوع من هاي التسميات تتسمى برنامج الهندسي ستوريج أريا. فإن شاء الله اليوم راح نتعلم شلون نمثلها. نرجع طلاب البرنامجنا، نفتح البرنامج أحد الملفات اللي أنشأناها سابقا أو من بروجكت. After that okay. بعد ما فتحناه نروح على Edit Geometric Data. طلاب بالمناسبة قبل ما نبلش بشغلنا لهذا اليوم اللي أنا أمثل ستوريج أريا، وردتني هواي من الأسئلة من الطلبة. السؤال يقول إنه إحنا ست شلون دا نقدر نمثل أو نسوي إنه رسمنا في نهر معين وما نعرف نسوي عليه تعديل إدت، كأن يكون أغير ستيج معين، أمسح في منطقة معينة من الريفر أنا رسمتها، شلون أقدر أتحكم بي يعني يصير عندي أمامي فلكسبوليتي وأنا عندي فد حرية تامة بالتحكم بي أغير ستيشن. فالأغلبية شبتهم واجهوا هاي المشكلة طلاب. طلاب من أوبشن بالأعلى اللي هو اسمه تيبل يطلعنا من هاي الخيارات. الخيار الثاني اللي هو الريتش لينث، من هذا الخيار طلاب بإمكانك أنت تغير الإليفيشن الستيشن لأي نقطة معينة، بإمكانك كل شيء تتلاعب هنا. بالمناسبة هذا تمثيلنا دي يقول لك هسه هنا شنو أكو لاترال ستركتشر، هنا أكو كيلفورد، هنا أكو باراج، هنا أكو إنلاين ستركتشر anything. فطلاب بإمكانكم هنا تسوون أي عملية تغيير أنتم تردونها أو تحتاجونها أو إدت تعديل معين. فمن هذا الخيار اللي هو من تيبل، الخيار الثاني اللي هو طلاب هذا تلاحظون أمامكم هنا حأمثل لكم يا مرة ثانية تيبل، ممكن ما يطلع لكم بالتصوير خيار تيبل طلاب الخيار الثاني. فهذا أهم نقطة إنه وردتني هواي عنها تعليقات شلون أنا ممكن أقدر أعدل بالبرنامج أو بالشغل اللي أنا اشتغلت. فطلاب مثل ما تعلمنا إنه من خيار تيبل هنا يا واضح صار أمامكم إن شاء الله ريش لينث، وأقدر أني أعدل بالمكان اللي يحتاج به تعديل بمقطع النهر. نرجع طلاب إلى رسمنا اللي أحتاجه هنا، أنا مثلت لكم ستوريج أريا معينة. فنرجع طلاب شلون أني أقدر أمثل مساحة خزن؟ قلنا ممكن نمثلها بالأبستريم من النهر، ممكن بالداونستريم، ممكن لاترالي على أي جانب من جوانب النهر حسب الاحتياج والتصميم والغرض اللي توضع لأجله. نرجع طلاب من هذا الخيار، الخيار الثاني ستوريج أريا، أختارها أرسمها بأي مكان أنا أحتاجه، كان أنه راح ترسمها بين نقطة 20 و 15، فأمثلها هنا مثلا طلاب أي مقطع أنت تريده، كأن يكون أي مقطع لأنه حاليا إحنا لا على التعيين راح نمثل ستوريج أريا. فبعد ما أنه تنهيها طلاب راح يطلب من عندك طلب، يقول لك أنطيني اسم الستوريج أريا، تنطي اسمها كأن يكون اسمها أنطي رقم هنا أوكي. بعد ذلك طلاب 2 فلودي انتر انيونها، طبعا طلاب هذا مسميته اني 55 هاي الاستا، فيقول لي ما يصير تسميهم نفس الاسم، انطيني تسميه ثانيه. ف 4 اوكي اخذ الاسم طلاب. هذا تلاحظون هنا الستوريج اريا. طيب احنا حتى نمثل الستوريج اريا وحتى تطلع لي بالداتا اللي خاصه بها لازم انطيها اليفيشن. فنرجع طلاب بالخيار العمودي ستوريج اريا نختارها من هنا، يقول لك اول ستوريج اريا هي كانت 55 وهاي مواصفاتها انت كاتبها، الستوريج اريا الثانيه منها تختارها طلاب 4. هسه راح نطلب مواصفات ال 4، يقول لك الاريا تايم ديبث ميثود، اكو عندكم طريقتين طلاب تطبقون بالهيدرولوجي انه عشان اني احسب مساحه الخزين، او عندنا طريقتين والطريقه كانت الاشهر طريقه الاريا تايم ديبث. فيطلب من عندك طلاب هنا الاريا والمين اليفيشن، تنطي بامكانك الاريا والمين اليفيشن اللي خاص ب المنطقة الخزن أو مساحة الخزن، وأيضا دا يطلب من عندك الإليفيشن فاريوس
ايش قد ممكن الاليفيشن يختلف مع الفوليوم. طبعا هو منطق خصيصه هنايه ده يقول لك انه لازم الفوليوم الاول الحجم الاول هو زيرو، بعد ذلك ده يتزايد تدريجيا. فتنطين مثلا هنا ايش قد الاليفيشن اللي سويناه جديد بهاي المنطقه الخزم الثانيه، كان يكون مثلا 23 زيرو افتر ذات مثلا 26. وتنطيط اللاب بالمناسبه ناخذ كميه الخزن او ايش قد اخزن بيها من مقدار الداتا والبيانات الموجوده بهذا البروجكت. ولحد الان قلنا احنا دا نمثل ارقام افتراضيه بس مجرد دا نعرف شلون نتعلم ان شاء الله البرنامج. 30 بعد ذلك نقول له اوكي. طلاب ايضا بامكانك، نرجع للموضوع نفسه، بامكانك انه تشوف انه عمليه الرسم الخاصه بي هنا دا يرسم لك الاليفيشن مع الفوليوم. بعد ذلك طلاب تقريبا تقدر تقول انه اني مثلت الستورج اريا بالنسبه للاول بالنسبه للثاني. طيب اقدر احول الستورج اريا الى 2D فلو اريا؟ اي نعم. طبعا بالمناسبه طلاب هذا الخيار اكثر يستخدم مع خرائط الجي اي اس، انه اني اقدر استخدمه بخرائط الجي اي اس ان شاء الله. هذا الادفانس من الهيكرس بعد ما ننهي المكونات الاوليه ونعرف نسوي ديسكريبشن ناخذ فت خريطه جي اي اس وندخلها. هذا موضوع 2D فلو اريا كلش راح يفيدنا بهذا الموضوع. فهسه اوكي تلاحظون طلاب تمثلتني منطقتين خزن، هاي المنطقه وهاي منطقه الخزن الاولى. طيب اذا نضغط على اي منطقه من عندهم يعطيني خيارات اضافيه انه بامكاني شنو اقدر انا اسوي منطقه الخزن. يقول لك اسمها، طبعا تقدر تعدلها تسوي عليها اديت، ممكن ترسمها بلوت ستيج اريا وذ فلو هيدروغراف، وممكن تسوي لها تيل بلر انه ايش قد مقدار الاوتبوت لها، وممكن تمسحها ايضا سوى مسح او ديليت كامل للستورج اريا. فهسه شلون اني احولها طلاب؟ احولها الى 2D فلو اريا. طبعا بالمناسبه الخيار موجود من الاعلى، والخيار هنا من الاعلى تقدر ترسمها. الخيار من هنا لا، انه دا يقول لك اختار المنطقه اللي راح احول لك اياها، ياهم من عندهم راح تحولها انت الى انه اي وحده من عندهم او ترسم وحده جديده. فهسه طلاب من نختار هنا ستورج اريا دا يقول لك يا اللي تحددها مثلا نحدد رقم 4، بعد ما حددناها اقول له حول لي اياها الى 2D flow area. ده يقول له do you want to convert the storage area for the simple level goal اللي متكونه امامك 2D الى اوكي. بعد ما اقول له اوكي طلاب ده يعطيك هنا 2D انه اسمها بهالاسم هذا، وده يطلب من عندك الديفولت مانينج ايش قد قيمه المعامل مانينج الها، يعطيك السيل فوليوم فلتر يعني خواص كامله الخاصه الها. طبعا هاي الارقام اللي منطيها افتراضيه بامكانك تغيرها. هنا تتحكم بالفورس ماش الخاص بها الطلاب، المش الخاص بها، بعد ذلك تقول له اوكي. هنا تحولت بامكاني ارجعها، اي نعم من نفس الخيار طلاب تختاره بامكانك انه ترجعها الفورس سواء كانت او النوع الثاني كانت انه انت ترجعها للتو فلو دي اريا. بعد ما حددنا طلاب ان شاء الله اليوم تقريبا تعلمت شلون انا اسوي ستورج اريا منطقه خزن سواء باي مكان انا احتاجه من جوانب النهر. ان شاء الله محاضراتنا القادمه بمجرد ما انه نكمل الخيارات اللي احتاجها اللي بعدها ان شاء الله تكون شلون انا انفذ بومب ستيشن، افتر ذات كل الخيارات ان شاء الله ناخذها ونعرف نمثلها السيديمنت غيرها. ان شاء الله باذن الله راح ناخذ بروجكت حقيقي ونمثل كل هاي الامور ونعرف شلون نشتغل عليها. شكرا جزيلا. ما اوصيكم مره اخرى طلاب اي سؤال تحتاجونه بالموضوع او اي فقره ما متوضحه بامكانكم ان تتركوها داخل كومنت بالتعليقات اللي هو يكون اسفل الفيديو. او ايضا ما اوصيكم ان تدعون كل زملائكم اللي يحاولون يستفادون من هاي القناه ومن اقسام البرامج ان شاء الله اللي تنطرح بها حاليا وللمستقبل ان شاء الله بعمل سبسكرايب للقناه حتى يوصلكم كل شيء جديد. شكرا جزيلا، دمتم بامان الله وحفظه.